عبد الرحمن، اسم عبد الرحمن محمد عاشور، نازل النهارده عشان خاطر لينا مطالب في الحركه، حركه 6 ابريل، الجبهه الديمقراطيه. سجلت معاه قبل كده، قلت وصيه، فاكرها؟ اه كنت قال وصيه ايام ما كنا نازلين يوم 25، وكنا نازلين الاخوان يحتفلوا برضو. كنا احنا نازلين لنا مطالب، كان في رساله كنت عايز اوصلها ووصلتها برضو المره اللي فاتت. قلت لو نزلت واترميت زي المره اللي فاتت في الزباله ومت، خلي اخواتنا اللي نازلين يحتفلوا يشيلونا عشان خاطر ما نترميش في الزباله. بس انا مش عايز اقول حاجه، واستاذ طارق منير خلاص قال كل الكلام، فانا خلاص ما عنديش حاجه ان انا اقولها بإذن الله. بس إن شاء الله لو الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والإخوان السلفيين انضموا معانا، فدوت يبقى حاجة كويسة جدا. هو احنا مش عايزين كلام ما بين افراد، احنا عايزين زي ما قال استاذ طارق منير، احنا عايزين اعتذار رسمي. هو اعتذار رسمي يبقى كده كل حاجة تمام.